ملاحظات ان اولا حول الاعلام الغربي هناك مشكله لدى الراسماليات الغربيه هي انها زرعت في البحث الاكاديمي في البلدان الغربيه فكره ان الشرق مقسم على اساس طوائفي وديني وبالتالي ينطلق التحليل اصلا من ان هذا الشرق منقسم الى طوائف واقليات متصارعه هذه اشكاليه في المنهج تحكم الاكاديميات الغربيه والكتاب الغربيين وبالتالي لا يرون اي صراع في بلداننا الا انه صراع طائفي يعني يتحركوا بالبحرين الناس لانه الاغلبيه المخبره هي شيعه بتصير الثوره الشيعيه يتحركوا بسوريا تبدا من مناطق الى طابع سني تصبح الثوره السنيه قطاع من الاقليات يحاول ان يدعم النظام يصبح الصراع طائفي هذا منظور منهجي بالاساس في خطا كبير واعتقد انه مبني على المصالح لان الغرب واقعيا او الراسماليه الغربيه بالتحديد واقعيا تريد ان تقسم المنطقه على اساس طوائف وهذا ما اشتغلت فيه لسنوات طويله ودفعت في عديد من المناطق كما حدث بالعراق مثلا العراق لم يكن طائفي ولكن الاحتلال الامريكي جعل من العراق طائفي مقسم الى قبائل وطوائف واسس لصراع طائفي هذا المنظور هو الذي يعمم واعتقد ان الطرح في الاعلام الغربي كما كنت الاحظ وكنت اتابع هذا الموضوع كان يهدف الى طرح ما ترغب هذه الراسماليات الغربيه اكثر مما كان يطرح ما هو موجود بالواقع وكثير من الصحفيين الذين دخلوا الى سوريا وكتبوا لم يكتبوا عن صراع طائفي ولم يشيروا الى صراع طائفي على العكس من ذلك تحدثوا عن واقع مختلف تماما لا يناسب الاعلام الغربي طبعا حول المجاهدين والمسلحين الاجانب اولا الى تقريبا يونيو 2012 كان هناك عدد محدود جدا من الاجانب وخصوصا كان بعض الليبيين الذين اتوا في المراحل الاولى بعد التسلل الى شمال سوريا قبل ان تسمح تركيا بادخال السلفيين الى سوريا، تركيا بالمرحله الاولى لم تكن تسمح بذلك وكانت ترى خطر هذا الموضوع لمصلحه تركيز الدعم للمجلس الوطني والإخوان المسلمين لكن بعد ذلك وخصوصا بعد أن أطلق النظام سراح 500 كادر من تنظيم القاعدة كانوا معتقلين لديه في إبريل 2012 يعني بعد عام وقليل من بداية الثورة وأسسوا البنية الأولى لجبهة النصرة بدأت السعودية تضغط على الأردن وعلى تركيا لإدخال السلفيين الليبيين والسعوديين والأردنيين من المغرب العربي ومن مصر إلى سوريا وأنا شهدت في الأردن كيف يتحقق الضغط على النظام الأردني الذي يبدو أنه كان متخوفا جدا فرفض إدخال السلفيين وكان يجب أن تقدم السعودية مليارين دولار للنظام فأوقفت السعودية دفع هذا المبلغ من النواف فأصبح الإدخال من الشمال بعد ما أحست تركيا أن الميل يتجه لتوافق أمريكي روسي يسحب منها سوريا فبدأت تدفع باتجاه إدخال سلفيين لإرباك المعادلة أكثر ما لأي شيء آخر هل حجمهم قد ايه؟ لا حجمهم يعني بالاعلام يعني ذهبت لتونس قانوني هناك 12000 تونسي وبعضهم قال 17000 تونسي شفت صديق يمني قال لي في 10000 يمني من مصر هلا ما بعرف قد ايه رح يقولوا لنا كم الف عندي قلت لهم لو كان كل هذا موجود كان مش بس اسقطنا النظام حررنا فلسطين كمان بس واقعيا انا بعتقد العدد لا يتجاوز 1000 شخص من الخارج هناك بعض السوريين الذين اندمجوا بتنظيم القاعدة كان بعضهم بالعراق ورجعوا بعد ما انسحبت السلطة من مناطق الشمال
لكن لقي تنظيم القائد تنظيم جبهة النصرة الملحق بالقائد التنظيم ليس بهذا الحجم الكبير الذي يجيز. هناك الآن قرارات في بعض المناطق بتصفية تنظيم جبهة النصرة في حوران في جنوب سوريا. بداية الشهر الماضي قتل 6 أردنيين من جبهة النصرة برصاص كتائب مسلحة. ولديهم قرار بتصفية جبهة النصرة لأنه وجود جبهة النصرة بهذه المنطقة بدأ يخلق إشكال مع المنطقة الدرزية لأن عقلهم الطائفي جعلهم يخطفوا من الدروز لأنهم يتعاملوا مع الناس كضواري. فهذا الأمر أدى لأنه أصبحوا عبء على الثورة بات هناك حاجة لتصويتهم. الآن بالأيام الماضية بالرقة وبحلب هناك تظاهرات ضدهم عم تجري في الواقع من أجل إبعاد دورهم. فالحجم العام هو حجم محدود يعني مهما قيل بالإعلام نحاول يعني ندرس على الأرض المسألة مش من الإعلام يعني أنا أحاول أن أتابع الوضع من درعا لإدلب والشمال وكل هذه المناطق. أسأل دائما عن الحجم، الحجم ليس كبير يعني والآن سينتهي لأنه ما أشرت إليه للحل الأمريكي الروسي سيدفع باتجاه تحجيم نفسه. والآن حتى تنظيم القاعدة أصدر فتوى أن المعركة مع فرنسا يمكن أن يرسل الآن لماليا لأنه الآن الصراع في الإطار العالمي يبدأ أمريكا تضعف فرنسا إلى حد ما. الموقف الأمريكي حاولت أن أشير بشكل عام لأنه أمريكا بالأشهر الأولى أخذت موقف متذبذب ومتردد في بعض اللحظات يدعم النظام وفي بعض اللحظات ينقض النظام ولكن دورها العملي كان واضح أنه غير موجود. كان هناك دور لقطر لتركيا للسعودية لفرنسا أيضا لإيران وروسيا والصين لكن الدور الأمريكي كان بعيد عن الصورة إلى حد كبير وكان يبدو وكأنه ينظر من بعيد إلى الحالة. هذه مثلا من يرجع الآن للتصريحات الأمريكية بالإعلام سيلاحظ هذا الموضوع جيدا وسيتبين الآن لماذا ذلك لأن أمريكا بعد عام 2010 بدأت تشعر بعجز داخلي بدأت تنسحب من المنطقة وما أقرته ببداية 2012 من استراتيجية أقرته هي يقوم على أن أولويتها هي منطقة الباسيفيك وليس الشرق الأوسط ولهذا معنى كبير يعني أنها تستطيع أن تتنازل عن كثير من المواقع في الشرق الأوسط لأنها تحتاج إلى منطقة الباسيفيك وفي منطقة الباسيفيك هي تحتاج إلى روسيا لكي لا يحدث تحالف صيني روسي يهزم أمريكا لهذا بدأت تقدم تنازلات لروسيا في الشرق الأوسط. هذا الأمر كان واضح من سنة يعني أوباما بداية 2012 أطلق تصريح واضح قال فيه أن على روسيا أن ترعى مرحلة انتقالية في سوريا شبيهة بما حدث في اليمن من بداية 2012 يعني من بداية 2012 الموقف الأمريكي واضح يسير نحو التفاهم مع روسيا وهذا ما الآن واضح يعني الآن هناك اتفاق متبادل بأن يعني تقر أمريكا بالمصالح الحيوية لروسيا في سوريا وعلى أن تراعي روسيا اهتمام أمريكا بوجود نظام ديمقراطي في سوريا. هذا اتفاق رسمي بين البلدين وهذا الاتفاق اللي يترجم الآن بدور أمريكي لكبح جماح القوى المربوطة بالغرب من المعارضة ومن القوى الإقليمية لكي تقبل بالحل الروسي ودور روسيا بترتيب وضع السلطة وإيران وحزب الله لكي يقبلوا بهذا الحل. هذا ما يجري الآن على الأرض وبالتالي الموقف الأمريكي ليس كما نتوقع أو نعتقد انطلاقا من فهم سابق قائم خلال الحرب الباردة أو قام ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي حيث حاولت امريكا السيطرة على العالم. هذا ما حاولت المشكلة إليه في البداية. امريكا الان في وضع اخر ليست هي التي تلعب دور مركزي في المنطقة وهذا ما جعل القوى الاقليمية يحاول كل منها ان يلعب دور مستقل خاص فيه. مسألة أولاً المفاجأة للمجاهدين والمسافرين في سوريا لأنه
كان واضح الادخال امتى وكيف وليش، ايش مخبى. كان واضح انه بدا بعد ابريل 2012 بشكل اساسي بشكل ممنهج. المحاولات السابقه كانت غير مفتوحه الطريق امامها، كانت محدوده في بعض المناطق الحدوديه، يعني بالقصير كان هناك من طرابلس بعض الاردنيين، في جنوب بعض الاردنيين يعني. بس الدفع باتجاه الفلسطينيين بدا بعد ابريل 2012، وكان واضح انه يهدف الى تخريب الثوره السوريه ودعم النظام وليس العكس، لانه النظام كان بدا يضعف، بدا يشعر انه دفعه باتجاه صراع طائفي فشل بعد المجازر اللي قام فيها بحمص المناطق المختلفه. بالتالي كان يجب ان ترسل هذه المجموعات التي تقوم على تاسيس صراع طائفي في اي محل لكي تبدا صراع طائفي، لكن وجهت بان الشعب في سوريا متنبه الى حد كبير لهذا الدور، ولهذا الان تعزل وستعزل بالمرحله القادمه. حزب الله موجود قبل الثورة، لديه مراكز تدريب في سوريا لتدريب الشبيحة وغيرها، ولعب دورا في المراحل السابقة، وإيران لها وجود قبل ميز السلفيين الآخرين. الآن بدأ الدور الإيراني لحزب الله واضح أنه يقاتل دفاعا عن نظام يتهاون، النظام خسر قواه العسكرية الأساسية. الآن القوى الإيرانية وقوى حزب الله مجموعات من العراق هي التي تقاتل دفاعا، لانها النظام بدا يمرى وهي تدافع عنه من منظور طائفي. كان في عندنا وقت ما الفصائل سلمت المخيم للقياده العامه للشبيحه، فالجيش الحر لما بلش بده ينبشر الخلايا الناعمه، فبدنا نشتري السلاح منه، بدنا نشتري السلاح من الشبيحه من القياده العامه، ل يعني مثلا نشتري بالرصاصة او نشتري بالرصاصة او نشتري كلاشن مثلا، انه بدي اشتري قطع، كان يبيعوا القطع ب يعني ب 25000 ب 30000 كان يبيعوا القطع. طبعا كمان كان في تجار سلاح، هن يبيعوا سلاح، هن يجيبوا سلاح، هن يعملوا لنا سلاح، بس اكثر السلاح اللي كان موجود معنا يعني مثلا او بمنطقة المخيم كنا نشتريه نحن من الشبيحة. كان الشبيحة مثلا ببساطة واحد عصر يخبطوا شطوف مخزن بالهواء، توقع رصاصة من الهواء بعد ما يخلص مداها تقتل واحد براس واحد، لما توقع تقتل واحد. فكان الرصاص موجود كثير بين ايديهم، فكان يضلوا يبيعوا رصاص ويضلوا يشبهوا الناس. فكنا نشتري، كان يعني القيادات اللي كانت من الجيش الحر اللي بتجي على المخيم تتعامل مع القيادات تبع نفسها ويشتروا منهم سلاح. هاي اول الاسلحه اللي بلشت مع الناس، هيك بلشت. الباقي كان من الجيش ايضا نفس الشيء، شراء من الجيش او بعدين اغتنام من الجيش. لحد الان السلاح كلاشينات بيسبنات كل السلاح اللي فيه مش اي، ما في شيء حكي عن سلاح متطور، كله كلام ما له معنى. يعني اطبق الامبجي بس كان له هونات بيصنعوا صناعه محليه سوريه، بيصنعوا هونات لانه ما فيش عنده. ومشكله العمل المسلح انه لم ينتصر الا احد عناصره، ما فيش سلاح كافي. يعني لحد هلا امبارح بحكي مع صديقي بدمشق، بيقول لي في مجموعه 15 شخص عندهم 6 كلاشينات. كان في اشتباكات يخلص كان في اشتباكات تخلص الذخيرة قبل ما نكمل، نكون احنا نكون مكملين ماشي، تخلص الذخيرة ما عاد فينا نقدم، إذا بدنا نقدم بدنا نموت فاحمل حالنا ونرجع. كان في مثلا هلا بمنطقة جوبر في موجود مثل مخارط بتصنع هاونات، مخارط هن شباب عاديين معمل خراطة مثلا أخذوا بصنعوا هاونات، بصنعوا بصبرانة مثلا بأخمص أي شيء مثلا بصنعوا على إيديهم، كله صناعة يدوية، صواريخ يدوية عم يساووا، عم يساووا هاونات يدوية وعم تنجح. فأغلب الشغل هيك عم بيكون. ما يعني إذا كان قصدك أنت على ثقافة السلاح شلون دخلت بين العالم العاديين الطبيعيين، هو النظام كان له اليد الطولة بالموضوع. كانت عقوبة جماعية لأي منطقة تخرج فيها مظاهرة يمكن يكون عدد المتظاهرين 200 شخص، والمنطقة فيها ما يقارب ال 30 أو 40 ألف أسرة، فهو يقصف المنطقة كاملة ويشجع الشعب على التسلح للدفاع عن النفس. بالنسبة للسلاح مثل ما قلت ميلاد، يعني كان موضوع كثير شخصي، يعني أنت تصبي الرصاص من نحاس القذيفة اللي تنزل عليك، أنت تذوبيها وتصبي فيها رصاص لأنه ما في أي مورد. وهيك أولا حول الانشقاقات
اكيد بالمرحله الاولى كان في كميه من الشفافات ما عادت تظهر في المراحل المتاخره من الموضوع. كان هناك اكثر من سبب بهذا الجانب، بس في سبب اساسي هو انه النظام كان اصبح حينما يرسل اي وحده عسكريه يرسل معها عدد من رجال الامن ومن الشرطه لكي تضبط امكانيه تنفيذها للاوامر بشكل اساسي. هذا الامر كان يضعف امكانيات الانشقاق، وبالتالي اصبحت محاولات الانشقاق فيها قدر اعلى من الصعوبه. لكن في مرحله تاليه بدا يظهر انه هذه المساله غير قابله للضبط. يعني اخر وحدات عسكريه ارسلها النظام لمناطق في درعا الكتيبه كلها انشقت. هذا الامر دفع لانه الان معظم الجيش موضوع في معسكرات مغلقه، لا اتصالات ولا اجازات، لان بدا يشعر النظام ان الكتل الاساسيه من الجيش محتقنه وانه لم يعد هناك امكانيه للسيطره عليها، وبالتالي لجا الى عزلها، وهذا ما اضعف قدرات الجيش النظام العسكريه وجعله فقط يعتمد على البنيه الصلبه